هذا وتواصل المجمعات الاستهلاكية توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. عفوا، الزميل أحمد بهاء يستعرض لنا المزيد. نعم، كل تحية لكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة للحديث عن جهود الدولة في توفير السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى ما بين 25% إلى 30%، متواجدين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وأمام أحد المنافذ التموينية المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تعرض عدد من السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة. والأستاذ حسام شعبان هو صاحب هذا المنفذ التمويني المتنقل يطلعنا على تفاصيل هذه المنتجات. أستاذ حسام، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك. وحضرتك طيب والدولة كلها بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. احنا منفذ سيارات متنقلة تبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بنعرض أكثر من 35 سلعة، منها سلع استراتيجية ومنها اللحوم والدواجن ومصنعات الدواجن، كل المشتقات كاملة موجودة معانا بنسبة تتراوح في الخصم من 5% لحد 30% على حسب الصنف، تمام، وكله متوافر، غير إن في أصناف يعني بتخلص بسرعة من الإقبال الشديد عليها، زي العروض اللي احنا عاملينها الفترة ديت قبل عشان دخول رمضان. لسه حضراتكم طيبين، عندنا سلع مثلا زي الرز النهارده 8 جنيه كان 11 و12 جنيه، السكر كان 12 13 النهارده ب 10 ونص، عندي الزيت اللتر 25 جنيه، عندي المكرونه، عندي جبن، كل الكلام ده موجود متوفر، عندي الفراخ 2 كيلو ب 60 جنيه النهارده الطبق، عندي كيلو الوراك 35 وعامل عليهم عرض 3 كيلو ب 100 بدل 35 الفرد، عندي لحمه عامل عليها عرض، عندي المفروم عليه عرض، عندي بفتيك، كبده، كلاوي، كل ما يخص الشهر الكريم متوفر وبكميه. كلمتني ان في سلع بتخلص من الاقبال الشديد من المواطني منطقه امبابه بمحافظه الجيزه، وان كانت هذه الوسيله المنفذ التمويني المتنقل او معارض اهلا رمضان او كل جهود الدوله بتنصب في مصلحه المواطن ومحاربه الغلاء ومحاربه التلاعب بالاسعار. خليني اسالك عن مدى رضا المواطن يا فندم. الحمد لله، يعني بدأنا نتوفر بكميات كبيرة وبشغل كتير جدا وبخصومات هايلة، الناس بدأت تعاني من الأسعار بالذات في الفراخ، أسعار الفراخ وأسعار اللحوم اللي بدأت تطلع، تمام، فالحمد لله الدولة موفرة لنا الفراخ كتير النهاردة معانا، وبقالنا أسبوع 10 أيام شغالين عمالين نضغط على التجار إن الأسعار تهبط، وبدأنا الحمد لله نهبط فيها بال 10 جنيه 15 جنيه في الفرق طبق اللي فيه فرختين، والحمد لله في إقبال شديد جدا عليها. السكر، السلع الاستراتيجية كلها الحمد لله خلصت، ما كملناش ساعتين زمن الصبح، كله من الاقبال الشديد عليها. وبدانا شغالين في اللحوم برضو الحمد لله في ضغط عليها، كله 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 خايف، بس احنا بنقول لهم احنا موجودين وموفرين كل الكميات واحنا ثابتين. بما ان حضرتك متواجد بقالك فتره ايام في هذه المنطقه، عايز اعرف ازاي لمست الانخفاض اللي حصل في الاسعار خلال الفتره الضيقه الايام القليله الماضيه؟ طيب، هو بس من فتره قريبه يعني الناس بدات تحس ان من الحرب والمشادات اللي بره والاسعار اللي بدات تغلى مع التجار، الناس بقى عندها تاهب ان ممكن ما تلاقيش الحاجه دي تاني، فلما احنا نزلنا بقى بالاسعار ونزلنا بالكلام ده كله وزودنا المنتجات ودقينا في الشارع، فالمواطن بدا يحس ان هو مرتاح شويه نفسيا، بدا يطمن ان الدنيا موجوده وان الحاجه متيسره وكله متوفر، فبقى ينزل بيلاقي عارف مكاننا، بيجي يلاقينا، بنيجي من الساعه 8 ونص 9 لحد الساعه 5، فموجودين باستمرار، الحاجه اللي بتخلص فبيجي لها تاني يوم بدري، عارف ان هي بتخلص بسرعه، تمام، فالاقبال عليها شديد في كل المنتجات مش باختصاص حاجه معينه، كله موجود الحمد لله واحنا موفرين كل حاجه، ولسه في عروض ان شاء الله ممكن تنزل تاني على اول رمضان باذن الله. اشكرك يا فندم ورمضان كريم على حضرتك. امرك، كل سنه وحضرتك طيبين. الاستاذ حسام شعبان مالك هذا المنفذ التمويني المتنقل التابع لوزاره التموين والتجاره الداخليه كان ضيفنا الكريم مشاهدينا الكرام. اطلعنا على تفاصيل هذه المنتجات التي تعرض باسعار مخفضه تصل نسبتها الى ما بين 25% الى 30%. اشكركم على كرم المتابعه، والان عوده مره اخرى الى الزملاء في الاستوديو. ومن قنا رصد لنا مراسل أكشن نيوز أحمد الأفيوني جهود الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. أعزائي المشاهدين، جهد كبير تقوم به الرقابة التموينية هنا في محافظة قنا لتحقيق توازن الأسعار من خلال مراقبة دقيقة للأسواق، فضلا عن توفير السلع التموينية والغذائية والضرورية بأسعار مخفضة وبشكل كثيف خلال في جميع الأسواق من خلال معارض أهلا رمضان أو الجمعيات الاستهلاكية داخل المحافظة. تواجد الآن تحديدا في واحدة من أهم المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة
الجملة بوسط مدينة قنا. هذه الشركة يعني بالفعل ونحن نتواجد في هذا المكان منذ الصباح ونحن نرصد حركة البيع وحركة التجارة هنا في هذا المجمع الاستهلاكي، رصدنا يعني ردود فعل المواطنين هنا في هذا المجمع. الأسعار بالفعل أكدوا أن الأسعار مخفضة للغاية عن مثيلتها في الأسواق الخارجية بما يعادل من 25% إلى 30% من عن خارج هذه المجمعات الاستهلاكية. أيضا هم أكدوا لنا أن هذه المجمعات ليست يعني من شأنها أن تعرض المنتجات بشكل مخفض، ولكن هناك يعني جودة في العرض في هذه المنتجات بتعرض بجودة عالية. المزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم الأستاذة شيماء جمال مسؤول الرقابة التموينية بمحافظة قنا. أستاذة شيماء، بداية يعني حدثيني عن جهود الرقابة التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية هنا في محافظة قنا لمراقبة الأسواق وتنفيذ المبادرة الرئاسية التي يعني تهتم بمحاربة الغلاء ومنع احتكار التجار للسلع التموينية. السلام عليكم، أهلا بحضرتك. إحنا دلوقتي في التموين تحت رعاية فخامة الرئيس بنقوم بحملات تموينية على مدار اليوم، مدار 24 ساعة سواء صباحا أو مساء، حملات مكثفة بيتم في خلالها تحرير محاضر عند إجراء أو لقينا أي مخالفة تموينية أو سواء الرقابة التجارية بالنسبة في الأسعار أو الصلاحية أو عدم إعلان أصلا عن سعر المنتج، ده يعتبر غش للمستهلك أو احتكار بالنسبة للسلع لو في المخازن بالنسبة للتجار أو أي حاجة مخالفة قانونية. يعني ما يمكن ربما أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك، كل عام وحضرتك بخير. يعني لو تطلعيني عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية هنا في المحافظة لتوفير السلع التموينية والسلع الأساسية في الأسواق خاصة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهرام رمضان والشواذ التي من شأنها أن ضمن مبادرة كلنا واحد. وحضرتك طيب وجميع الأمة الإسلامية والمصرية بخير. تحت رعاية السيد الرئيس في حوالي 11 معرض رمضان معمول في المحافظة، منهم 3 في المحافظة ذات نفسها ومعرض في كل مركز من مراكز المحافظة، بيتم فيها عرض جميع السلع الأساسية بالنسبة للمواطن بأسعار مخفضة، بيبقى مكتوب السعر قبل وبعد التخفيض، كل ده لرفع العبء عن المواطن عشان شهر رمضان الكريم. فيها برضو بنشارك اللي هي مبادرة كلنا واحد، مبادرة هي أهلا رمضان، منافذ أمان اللي تابع لوزارة الداخلية، كل ده علشان يبقى في تنافس ما بين التجار ان المستهلك يروح لأقل سعر موجود للمنتج. ما يمكن نحن نتواجد الآن في واحد من أهم المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، يعني أهم المنتجات التي تم عرضها اليوم في هذا المجمع توفير يعني يمكن ربما شهر رمضان يميش رمضان وأهم السلع التجارية والسلع التموينية الموجودة هنا في هذا المجمع. الشركة المصرية تتبع وزارة التموين، بيتم فيها عرض السلع الاستراتيجية الأساسية بالنسبة للمواطن من زيت، سكر، رز، سمنة، مكرونة، بالإضافة ليميش رمضان زي ما حضرتك شايف، وعشان رمضان برضو بأسعار مخفضة وبجودة برضو كويسة جدا بالنسبة للمستهلك. طب يمكن لو تكلميني عن آخر الحملات التموينية في الرقابة التموينية هنا على المجمعات خاصة يعني المحلات الخارجية. كان قمنا بحملات تموينية صباحا ومساء بالذات لموضوع احتكار السلع، بالذات بنستهدف المخازن اللي تتبع للتجار، نشوف هل عندهم احتكار لأي سلعة من السلع الأساسية بالنسبة للمواطن، وبيتم التعامل فورا بالمحاضر فورا في وقتها يعني على طول. طب يعني رسالة حضرتك من خلال الكاميرا النهاردة لو كيف للمواطن البسيط أن يتوجه لمديرية التموين وتقدم بشكوى ضد يعني أحد التجار الذين يحتكرون بعض السلع الغذائية؟
بيبقى عن طريق ان يتوجه اما للمديريه او عن طريق غرفه العمليات اللي في المديريه. بيبقى عندنا منظومه الكترونيه من المحافظه او الوزاره بيتم التعامل فورا مع اي شكوى والنزول لارض الواقع فورا للتعامل مع اي مخالفه قانونيه في الوقت الحالي على طول، يعني ما فيهاش اي تاجيل او ده، لازم الرد بيكون فورا والتعامل معه فورا. وبندعو المستهلك ذات نفسه ان هو يتعامل اصلا يبقى عنده وعي كافي بالسلع، ما يخزنش اي سلعه ولا اي حاجه، ان الحاجه موجوده ومتوفره، وان في شهر رمضان عادي احنا عارفين ان ده للمه والحاجات دي كلها، بس السلع متوفره ما فيش داعي لاي تخزين عشان ما يرفعش من سعرها. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن اعزائي المشاهدين، كان هذا هو لقاؤنا مع الاستاذه شيماء جمال مسؤولي الرقابه التموينيه بمديريه التموين والتجاره الداخليه هنا في محافظه قنا، حول جهود مديريه التموين في مراقبه الاسعار وتنفيذ المبادره الرئاسيه مع ضد غلاء الاسعار ومنع احتكار التجار للسلع التموينيه. وعوده بكم مره اخرى زملائي في الاستوديو.